وجدت هذه الأمة. الآن لن ننادي بالمزيد، أعتقد الآن حان الوقت أن ننادي بشيء آخر بعد ما نادينا بتأسيسها وإيجادها. أعتقد حان الوقت الآن أن ننظر إلى شيء اسمه quality of work. حان الوقت أن نراجع ونطور الأجزاء التي بدأنا بها. في كل جزئية من عمل الأسواق والهيئات والجهات ذات العلاقة من وزارات التجارة ووزارات الاقتصاد والبنوك المركزية، كل يجب أن يطور الجزئية الخاصة بقطاع الأوراق المالية حتى يسير هذا القطاع بشكل صحيح. الفترة اللي أتكلم فيها أو أتكلم عنها فترة طويلة جدا، فالربع ساعة لا تكفي، ولذلك لن أتكلم عن الورقة. الورقة موجودة يمكن بحدود 200 سلايد موجودة على السي دي، تتكلم عن التطور في كذا سوق الأوراق المالية. حقيقة الأسواق الدولية كبنش مارك أو مقياس نقيس عليه مدى تطور أسواقنا دخلت في كثير من المتاعات والإنجازات وتعلمت الكثير. تجاربنا احنا العربية بالذات أن دائما ننادي بمقولة للأسف أنا ما أخذ فيها، نبدأ حيث انتهى الآخرون. البدء بحيث انتهى الآخرون صراحة كلمة كبيرة جدا، ومن التجربة في هذا القطاع من بداياته أعتقد يعني راح نظلم دولنا إذا بدأنا حيث انتهى الآخرون. البدء يعني ما لا تعني هذه الكلمة، يجب أن يكون هناك عندنا نضج تقني ونضج فني ونضج استثماري ونضج تشريعي ونضج إداري ونضج 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 حتى نبدأ حيث انتهى الآخر. الآخرون ما بدوا بهذا النضج، وصلوا إلى هذه الأمور إلى هذه المستويات بعد جهود وتجارب، وفعلا كانت تجارب عديدة يخطوا ويصححوا ومستمرين. فإحنا نأتي الآن ونشتري كل شيء أعتقد من الظلم لهذه الأسواق، بل أتوقع التعثر أكثر من النجاح لو بدأنا بهذا المشوار من هذا المنطلق. اشتروا لنا أحسن نظام للتداول، أحسن نظام للمعلومات، أحسن وأحسن وأحسن. في الحقيقة نحن نشتري الأسوأ من حيث لا نعرف. بس أردت أن أبين من التجربة العملية ماذا يعني هذا الشيء. من التجربة العملية أيضاً، ونحن الآن في دور تأسيس قطاع الأوراق المالية في سوريا، قبل الحديث عن هذه الورقة، التدرج في التأسيس مناسب جداً. وإحنا ما نحكي فقط على التدرج في التشريع أو تهيئة الموظفين، نتكلم على تهيئة القطاع. يعني يجب أن يكون القطاع أو الجهاز القضائي يستوعب هذا القطاع الجديد. المشرع وهو يشرع لقوانين أخرى ذات علاقة يعرف ما هو قطاع الأوراق المالية، قوانين الشركات، قوانين العقوبات اللي هي ناصرة المال مالها، لا بالعكس لها علاقة، قوانين التجارة، قوانين البنوك، قوانين وقوانين الإثبات، وكل هذه القوانين كلها تنصب في قطاع الأوراق المالية. هذا القطاع يعني يتقلقل في جسم الدولة مثل ما يتقلقل الدم حقيقة، ويسري مثل سيران الدم. فيجب أن الكل له علاقة بهذا القطاع يأخذ هذا القطاع في الاعتبار عندما يستحدث نظام جديد أو يعدل نظام قانون قائم. فيجب التهيئة مهمة جدا. أنا من التجربة أرى أنه التسخين ثم الهرولة البسيطة ثم الجري. البدء بالجري from day one راح نتعب وراح نقف very soon، بالعكس راح تظهر لنا عيوب كثيرة وتجاربنا العربية قلية بالعيوب. يجب أن نقر بها وننظر إليها ونصححها. تجاربنا في هذا المجال الركضة حيث انتهى الآخرون أثبتت فشلها. هذا لا يعني أن نبدأ يعني من الصفر وتحت الصفر، لا، بس يجب أن نعرف ليش الآخرون انتهوا بهذا الشيء، وما هي الأسباب الحقيقية اللي أدت لهم الانتقال
من شكل إلى شكل ومن مرحلة إلى مرحلة. الآن أنا حقيقة راح أبدأ يمكن هذه الجلسة مثل الأفلام المصرية، راح أبدأ بالنهاية ثم أرجع إلى الفيلم أو بداية الفيلم، يمكن يهمنا هذا الشيء وبهذه الطريقة. النهاية الأسواق المالية كلها شركات قابضة وشركات شركات مساهمة عامة ومدرجة، هاي نهاية الفيلم. كيف وصلوا إلى هذا الشيء؟ طبعا في إعداد وفي إخراج وفي كل هذه الأمور، هذا هو الواقع. لو رجعنا أطلع شوي إلى سلايد بس سريع وبعدين راح أرجع إلى الأشياء حتى بس يعني أستخدمه كنموذج. هذا النموذج الأمريكي على سبيل المثال، بدأت التجربة عندهم بداية التطوير الحقيقي ما كانوا أكثر من 200 سنة، سنة 71 لما أصبحت البورصة ملكية لشركات المصادر، وهي كانت بداية. طبعا نحن كل بورصاتنا مؤسسات عامة تؤسس وفق قوانين كمؤسسات عامة، وحتى لما خرجت هيئات المقاصة وكذا أيضا مؤسسات عامة، فإحنا بعيدين وأنت بعض دولنا أخذت شوية تنهج شيء مختلف، لكن